حكيمي لابن طالب بيلعب واحدة كده من الألعاب الهوائية، لكن صحيح الأرزاق تعليمات الكابتن نور الدين بوحديوي. خلاص احنا في آخر الثواني من زمن وأحداث الشوط الأول، متفوق بفارق هدف منتخب المغرب. عايز يعدي حكيمي، لكن رمية حرة في إذن بلعب سلبي، لازم يصوب. هنشوف فاضل كام تمريرة. بن طالب يعمل خداع، حكيمي يصوب ويحرز الهدف. حكيمي يحرز الهدف حكيمي، ومعاها صفارة نهاية أحداث الشوط الأول من لقاء تحديد المركزين الثالث والرابع في مواجهة ياسين الإدريسي المخضرم المغربي في أول ظهور لي في اللقاء. ويتصدى ياسين الإدريسي، ياسين الإدريسي الخبرة المغربية طار من محمد علي بحر. الخبرة طبعا بتلعب دور كبير قوي في رميات السبع أمتار. عايز يعدي، بيعدي الحرشاوي ويحرز الهدف. أمين حرشاوي مركز اثنين في الدفاع التونسي، في إذن بلعب سلبي، لازم هيصوب، يعمل الخداع ويصوب ويحرز الهدف. كله فكر ان هو هيصوب من أحلام مهدي الحرباوي، وادي رد الفعل من كابتن بوحديوي. التمرير والاسيست حلو جدا، ولكن الاحلى التصدي من مهدي الحرباوي، بيشيل كره مهمه قوي للمنتخب المغربي، كره في الجناح اليمين، واكتر من احلى من كده مفيش من حراس المرمى هنا وهنا. جمال عوالي بيرد على تصدي مهدي الحرباوي، وبيشيل كره من الجناح اليمين للمنتخب التونسي. ما بين المراكز المنتخب المغربي، وبن طالب بيصوب واحده حلوه قوي من الباك اليمين. عايز يلعب على الدايره عند نبيل سلاسي اللي بيعمل اختراق ويهدف بنجاح. بن طالب المرمى خالي، اعتقد بن طالب بيمارس هوايته في احراز الاهداف في المرمى الخالي. صالح منتخب المغرب، درمول يصوب، درمول قفلوا عليه كل الطرق، لكن هو عنده كل الحلول والمرمى خالي، يحرز الهدف. بقول لحضراتكم اعتقد امين بن طالب هو، هنشوف الاعاده، هو اللي بيصيبها من بحر، يحرز الهدف، يقلص الفارق. نور الدين بوحديوي بيتكلم مع بن طالب، اعتقد بيقول له اهدى، هدي اللعب. 28-24 لصالح المنتخب المغربي، اعتقد خلاص رايحين لاخر الثواني للمباراة. اللاعبين بدأوا يسلموا على بعض، وبدأت الاحتفالات المغربية بتحقيق الفوز على المنتخب التونسي العربي الشقيق في مواجهة تحديد المركزين الثالث والرابع. بالفعل بينجح المنتخب المغربي في الفوز والحصول على المركز الثالث والوقوع في المجموعة السبعة مع المنتخب الكرواتي في بطولة العالم ومنتخب أمريكا، بالإضافة ويقع في المجموعة الثامنة مع الدنمارك والبلجيك الدنمارك وبلجيكا والبحرين في المجموعة الثامنة. بنشكر حضراتكم على حسن المتابعة، بينتظر بس الإعلان عن جائزة رجل المباراة. وصلنا للنهاية والختام، مبروك للمغرب المركز الثالث، ومبروك للمنتخب التونسي المركز الرابع. اسماعيلي ميديتي ماروك، هنشوف جائزة افضل لاعب. اسماعيلي ميديتي ماروك، هنشوف بيحصل عليها مهدي اسماعيل علاوي، هو لاعب اللقاء، افضل لاعب في المباراة. بنشكر حضراتكم على حسن المتابعة، إلى أن نلتقي بحضراتكم في مواعيد أخرى قادمة، تقبلوا تحياتي عبد الله الديدي، إلى اللقاء.